لان انا محترم وجهه نظر الاسلام جدا وهي صائبه بنظره كبيره وبعيده، لكن انا ضد فكره الترويج ان مفيش مواهب. احنا عندنا سوء كبير جدا في اداره المواهب، احنا بنكب المواهب في البحر في المرحله من 13 سنه ل 16 سنه. انا النهارده بالمناسبه والصدفه سبحان الله انا فاكر ان احنا جايين نتكلم على تشامبيونز ليج وكره اوروبيه زي ما احنا بنعمل دايما معاك. عندي شاب من المتابعين على القناه بتاعتي على اليوتيوب بتوع الدوري الايطالي بقاله فتره بيبعت لي لازم تيجي تتفرج عليا النهارده. عندي نهائي القاهره بيراميدز بيلعب 2009 بيلعب مع نادي المقاولين وهو هداف نادي بيراميدز يونس محمد سامي، قال لازم تيجي تتفرج عليا ولازم يا كابتن تيجي ولازم تيجي وبتفرج على كل حلقاتك وبحب الكره الايطاليه وبحب الدوري الايطالي. فرحت رحت من 6 اكتوبر الدفاع الجوي اتفرجت على الماتش. بالمناسبه يعني مبروك لنادي بيراميدز كابتن معتصم سالم وكابتن توفيق عيد وكابتن ايهاب المصري وكابتن احمد سامي كل الناس دي مبروك ليهم، عملوا ماتش كمان ماتش جميل جدا. انا شفت 7 لعيبه شفت 7 لعيبه في الفرقتين، 7 محمد صلاح عندهم 13 سنه لو عرفت تدير هتطلع ب7 لعيبه محمد صلاح عظيم حلو قوي بس هنعمل حلقه. فالمواهب موجوده بس انا متاكد اللي هيحصل لو ما تمتش لو ما حصلش اداره للمواهب دي في الثلاث اربع سنين اللي جايين هتنتهي مش هنسمع عنهم. محمود شرفت النهارده، احنا هنعمل حلقتين عشان انت قلت كلام مهم جدا ومحتاج يتفرد له وقت كتير بس جدا. لازم اسلام يكون موجود.